أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لسائل يقول: وسائل حفظ العصيرات ومنها عصير العنب والفواكه لمدة طويلة، سواء كان حفظها بالتبريد أو بالتخزين وقد تزيد عن 3 أيام، فما حكم ذلك؟ هذه الأمور تغير الآن الوضع فيها. إذا كانت تحفظ في معلبات ويوضع معها أشياء تمنع تخمرها فلا مانع من بقائها ولو طالت المدة، لأنها وضع معها مواد تحفظها من التخمر والفساد، فلا بأس بذلك. هذا يستعمل الآن كثيرا، العصيرات التي تشرب ولها مدة ولها سنة أو شهر أو مكتوب عليها، إذا انتهى استعمالها مكتوب مدة الاستعمال، هذه محفوظة من التخمر بواسطة هذه المواد الحافظة التي توضع معها. لكن هذا ل3 أيام أو إذا لم تشتد، يوم كان ما فيه وسائل للتصنيع والتعليم على الوضع الموجود الآن،